أصغر ملياردير بالعالم بدأ يساعد مشاريع رغم أنهم منافسين له وينقذهم من الانهيار. فخلينا نسولف منه هذا وليش دي يسوي هذا الشيء بعد الفاصل. إيفستيا منصة تداول للأسهم والمؤشرات والعملات الرقمية. شوف التطبيق الجديد بنهاية الحلقة والتغييرات الكبيرة اللي تسهل التداول عبر المنصة. رابط المنصة موجود بالديسكريبشن للاشتراك والمعلومات الإضافية من خدمة عملاء اللي يساعدكم باللغة العربية. شوف لازم أجيب لكم مثال صغير حتى تفهمون اللي دي يصير حاليا. سنة 2008 صار انهيار كبير بشركات تمويل عقارات والسوق بأمريكا يعني هبطت بشكل ضخم جدا. وصلت مرحلة يعني البنوك قاموا يخافون ما يكون عندهم فلوس يعطون للناس اللي يريدون يسحبون من يعني من أرصدتهم من البنك. من أجت حكومة أوباما قرروا يسوون بيل أوت حتى ينقذون الاقتصاد والشركات. بيل أوت يعني الحكومة تعطيهم فلوس تساعد بعض الشركات قبل ما تنهار، مرات مقابل حصة من الشركة أو بشرط أنه يكونون رقابة تحت رقابة الحكومة. القصة كانت أنه أكو شركات ضخمة جدا بنوك وتتمول يعني يمنى ويسرى، اي واحد يريد قرض البيت مثلا ينطوه بدل بدون ما يتاكدون عنده فلوس يسددوا ولا عنده شغله ولا، ومنهم يعني مش عندهم فلوس يسددون لانه ما عندهم فلوس وانهارت السوق. القصه هاي تقدرون تشوفوها بالتفاصيل فيلم ممتاز اسمه ذا بيج شورت اللي بيبين اللي صار وشلون حصل مايكل بيري على ملايين من راهن على هذا الشيء اللي يصير. زين نجي هسه للكريبتو. عندنا تيرا لونا انتهت، عندنا مشروع سيلسيوس قريبة من إعلان الإفلاس، مشاكل كبيرة مع 3 Arrows Capital، وأكيد مشاريع أخرى راح تواجه مشاكل ضخمة جدا بسبب اللي دي يصير الهبوط الحالي. زين لما صار الانهيار 2008 الشركات الأمريكية كان عندهم الحكومة تدعمهم. هسه الكريبتو اللي ما بيضوابط من الحكومة منين يجيبون دعم؟ لأن الحكومة ما لها علاقة بالكريبتو، الكريبتو لا مركزية decentralized. هنا طلع بدور الباتمان المنقذ واحد اسمه سام بانكمان فريد. حلو انه اسمه بانكمان رجل المصرف لانه صار مثل البنك المركزي. سام بانكمان فريد هو مؤسس شركة FTX اللي هي واحدة من اهم المنصات مال الكريبتو بالعالم. عندهم تداول يومي بالمليارات. هاي المنصة خلت سام يصير اصغر ملياردير بالعالم، عنده اتصور 22 مليار او يمكن اكثر. فالشاب هذا قرر يدعم مشروعين بلوك فاي وفويجر بمجموع 750 مليون دولار حتى يساعدهم. يعني صار مثل الحكومة اللي تنقذ المشاريع. ستقول ليش سام يساعد مشاريع منافسة إلا؟ أولا شنو مشاكل فويجر مثلا؟ أكو شركة اسمها 3 Arrows Capital اللي قلنا عليها، عندهم مشاكل هواية وبدأوا يبيعون مخزونهم من العملات وهذا دي ينزل السوق بشكل ضخم. فويجر مربوطين بيهم، فويجر يقولون احتمال نخسر أكثر من 650 مليون دولار إذا انهارت 3 Arrows. سام ماكمان فريد يساعدهم لأنه أولاً هاي المشاريع ما لهم حكومة تدعمهم. ومجال الكريبتو كله cross collateralized، يعني مشاريع تأخذ من مشاريع قروض حتى ترجع تعطي قروض لغيرهم. يعني مثلاً أنا عندي مشروع الدائم لعندك مليون دولار وأقول لغيرك شوف أنا عندي مليون دولار تنطيني قرض نص مليون، والغيرهم أقولهم عندي مليون ونص انطيني قرض، واني يعني أروح أنطي بيها قروض لغير ناس مقابل فائدة حتى أستفاد. بس مرات يعني يدوسون زائد مثل ما سووا ليمان برادرز بأزمة 2008، وبأقل هبوط الأسواق يعني يتأثرون بقوة لأنه ما عندهم فلوس تكفي يرجعون للمستثمرين يريدون يأخذون فلوسهم. إذا عندنا شركات تنهار وعندنا شركات تبيع مخزونها من الاحتياطي إذا بيتكوين وإذا غيره، ولما تنباع مليارات السوق ينزل، ولما ينزل السوق مستثمرين يخسرون. هسه تقول هو شعلة خلي يخسرون، بس بالتالي لما يخسرون الناس يعني تبدي تسحب فلوسها من الكريبتو، يعني يشوفون مشاريع من تخسر ماكو حد يساعدها ويخافون، وتقل ثقة الناس بالكريبتو بشكل عام. ولما تقل ثقة الناس بالكريبتو الحركة تقل بكل مكان. وهنا فكر بيها سام بانكمان فريد اللي ميزانية شركته قوية جدا وما يخاف من دعم مشاريع حتى يحاول يرجع الحركة والثقة بالسوق. هم يشوف عضلاته حتى الناس يقولون يعني هذا مشروع اشقد قوي. بس القصة ما تنتهي هنا، اكو اشاعات وارقام تقول انه FTX منصة سام بانكمان فريد ساهموا بانهيار سيلسيوس.
اللي هي ايضا احدى المنصات اللي تواجه الافلاس حاليا، وسووا شورت عليها عن طريق السوشيال ميديا ودفع فلوس لحسابات تويتر حتى يسوون فد ويخوفون العالم من سلسيوس. وبدت حسابات تويتر تجيها اسئله اذا دفعوا لكم فلوس او لا حتى يثبتون هذا الشيء. اكو احدى الحسابات الموثقه قالت يعني جائزه 20 مليون دولار للي يثبت منو كان وراء الهجوم على سلسيوس حتى يكشفون اذا سام بانكمان فريد له علاقه. واكيد ال 20 مليون يمكن مقدمه من سلسيوس نفسه. هسه اذا سام بانكمان فريد هو الباتمان المنقذ او الجوكر اللي هدم، هاي ممكن تبين قريبا. انتوا شو تقولون؟ تعرف معنا على تطبيق إيفست الجديد. كيف أن النسخة الجديدة تختلف عن سابقتها كلياً؟ الدخول على التطبيق يكون بخطوات بسيطة. ستبدأ مباشرة على صفحة أسواق إيفست العالمية، حيث سترى في الأعلى القائمة الرئيسية، محرك البحث، خدمة العملاء، التنبيهات المخصصة. هذه هي الأدوات المالية الأكثر شهرة في أسواق إيفست العالمية التي تستطيع اختيارها مباشرة، أو بإمكانك اختيار الفئة المالية التي ترغب بتداولها من هنا والبحث عنها يدوياً. هنا يظهر لك تفاصيل حسابك المالية. عند اختيار الأداة المالية التي ترغب بتداولها ستنتقل إلى صفحة أوامر البيع والشراء الخاصة بالأداة المالية. هنا ستتمكن من إتمام عمليات البيع والشراء، إدارة مخاطر الصفقات، معرفة المزيد عن الأداة المالية، إضافة الأداة المالية لقائمة الأدوات المالية المفضلة لديك. بالضغط هنا بإمكانك الانتقال إلى الرسم البياني الخاص بالأداة المالية. للدخول للقائمة الرئيسية اضغط هنا على صفحة أسواق إيفست العالمية. تنقسم القائمة الرئيسية إلى ثلاثة أقسام: القسم الأعلى، القسم الأوسط، القسم السفلي. في القسم الأعلى بإمكانك تخصيص الصورة، مشاهدة مقدار تثبيت الحساب، إدارة الحساب للانتقال بين حساب الديمو والحساب الحقيقي. القائمة الوسطى تمكنك من الرجوع إلى أسواق إيفست العالمية، دخول محفظة التداول، دخول قائمة الأدوات المالية المفضلة لديك. تم إضافة الخيارات الجديدة التالية على القائمة الأخيرة: خدمة العملاء، المفكرة الاقتصادية، Trading Central. تم تثبيت زر الإيداع في الأسفل لتتمكن من تمويل حسابك بأي وقت باستخدام الطريقة المفضلة لديك. مع تطبيق أسواق إيفست العالمية الجديد لا تدع أي فرصة تفوتك. إيفست، الأرقام تحسم.